الحمد لله الذي يزاد عظيم سمات كبير الشان جليل القدر في ذكر وسلم جليل القران فخيم الاسم وزير العلم وسيل العلم قدير الغفران جميل الثناء جزيل القران مجيب الدعاء يميم الاحسان سيد القاب شديد القاب عليم الاداب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين خلاصه الالباب وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان توحيد راس الطاعه واتقوا الله ان التقوى بلا قول حسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه من اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم البدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكون من الخاسرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا اياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد خصوصا على سيد المتقين والابرار شاهد النبي في الغار والمزار افضل الشهاده بالتحقيق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى ولا الناطق بالصدق والصواب ولا عادل بالكتاب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والايمان جميع المشهورين تلاوه القران في المدينه امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى ولا صاحب السيف والقلاء وناشر العلم والهدى سيدنا الغالب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه والمقربين وعلى الصحابه والتابعين والناس اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابكم نجومي مقتدرتم اهتديتم قاتلوا عباد الله رحمهم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى